مساء الخير جورج إلك ولضيوفك. بفقرتنا لليلة رح نعرض أهم الأحداث الأمنية يلي جرت بمنطقة البقاع. مؤخرا حصل إشكال بين عشيرة الجمل وعشيرة الجعفر على خلفيات سابقة، ما أدى لسقوط قتلة من الطرفين، وامتدت الاشتباكات لعدة أيام استعمل فيها كافة أنواع الأسلحة. معظم الخطط الأمنية كانت من نصيب منطقة البقاع على مر السنين لأسباب عديدة، بظل الحرمان يلي بيعيشوا أهل هالمنطقة على الصعيدين الإنمائي والمعيشي. نحن ما عندنا مشكل مع حدا، نحن عمليا عندنا مشكل مع الخارجين على القانون، رح نضل وراهم حتى توقيف. ونحن منرحب بالجيش اللبناني جميعا، كل بيت ببريتين، كل بيت ببريتين مفتوح للجيش اللبناني. سنستمر بضبط الأمن وتصعيد وتطوير الموقف تبعولنا تباعا. عام 1989 انتخب الشيخ صبحي طفيلي كأول أمين عام لحزب الله، اشتهر بإياته لثورة الجياع عندما أعلن العصيان المدني عام 1997 احتجاجاً على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة. عام 1998 فصل حزب الله الشيخ طفيلي، ما أدى لاندلاع الشبكات مسلحة بين أنصار الشيخ طفيلي وعناصر حزب الله بمنطقة الحوزة عين برداي، أدى لوقوع ضحايا من الطرفين. أنهى الأمين العام الأسبق لحزب الله الشيخ صبحي الطفيلي مسلسل تمرده بحمام دماء في ليل من الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش اللبناني والجماعة المسلحة التابعة له المرابطة في الحوزة العلمية في حي عين برداي في بعلبك. حركة مطلبية في حينها، وندافع عن لقمة عيش الناس، ونريد للناس الخير ولأولادهم المدارس ولمرضاهم المستشفيات. أنا لا أريد أن أدخل الناس في حرب وقتل وقتال، يعني هذا عكس المطلوب. وحينما استخدم النظام لغته وهي لغة القوة ضد الجياع، فاعتبرت بأنه وصلنا إلى الحائط المسدود. منطقة القاع الحدودية ما سلمت من التفجيرات الإرهابية. بصيف 2016 نفذ 4 إرهابيين هجوم بأحزمة ناسفة، أدى لوقوع 5 شهداء من أبناء البلدة. انفجار، ما قدر يقعد لحظة بالبيت، قال لي ديري بالك على أولادك، ديري بالك على حالك، أنا 5 دقايق وببقى بجي، ما حسد ودريت إلا ولعد النار فيه. نحن ورا الجيش، شو بيتلقى لنا الجيش بيعطينا أوامر، نحن واقفين وراه. اثنين آب 2014، تاريخ مشؤوم ما رح ينسى لبنان وخصوصا أبناء المؤسسة العسكرية، بعد ما شنت المجموعات التكفيرية هجوم مباغت على مركز للجيش اللبناني بجود عرسال، وتمكنت من أسر عدد من عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي،
وبعد مفاوضات مع الجهة الخاطفة تم تحرير بعض الأسرى. وبعد مرور 3 سنين أقيم حفل تكريمي لتشييع شهداء الجيش اللبناني بوزارة الدفاع بعد ما تم العثور على جثامينهم عند حرف وادي الدب بجود بلدة عرسال. جيش لبناني أزر بشار الأسد ما؟ ذوي الرقيب الشهيد مصطفى وهبي، ذوي العريف الشهيد محمد يوسف. هذه كانت فقرتنا لليلة، العودة إليك جورج.